الإقليمي بهات يعني الحاضرة اللي كتختزل مسارات نضالية مختلفة. ممكن إلا نشكركم على مواكبتكم لهذا الحدث اللي كنعتبروه في جبهة القوى الديمقراطية محطة لإعادة بناء الحزب الإقليمي. هذا المؤتمر بما أفرزه من مخرجات تنظيمية وبما شهده من نقاشات حول قضايا تهم تنمية بالمنطقة، تهم العدالة الاجتماعية بالمنطقة، تهم بشروط جعل هذه السنة انتخابية اللي هي سنة انتخابية بامتياز، سيتم فيها تجديد كل مؤسسات المنتخبة محطة لإعادة الاعتبار للعملية السياسية، محطة لإعادة الاعتبار للعملية الديمقراطية، محطة لإعادة الاعتبار لهذه الحاضرة التاريخية. وهذه المحطة لن تكون كذلك إلا بمساهمة الجميع، بمساهمة جبهة القوى الديمقراطية، بمساهمة كل الأحزاب الجادة، بمساهمة كل قوى المجتمع الحية بإقليم آسفي، بما تختزله من حب للوطن ولكرامة الإنسان ولقيم اليسار ممثلة في المساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية. طبعا كان يوما مشهودا، لم نحضر الأشغال التنظيمية لأننا كنا بصدد ترسيم انتخاب الأخ طاهر شاكر أمينا عاما جهويا للحزب بجهة الدار البيضاء سطات. حضرنا الجلسة الاختتامية بما شاهدته من نقاشات خصوصا ما يرتبط بالقضايا الوطنية المصيرية. طبعا هذه الجلسة كشفت لنا بأن جبهة القوى الديمقراطية ليست فقط مختلفة عن الأمس بالنسبة إلى اليوم على المستوى الوطني، ولكن كذلك وأساسا بإقليم آسفي. نحن طبعا نستحضر عطاءات ونضالات كل النخب السابقة ونعتز بالانضمامات الجديدة وبالطاقات المتجددة التي حضرت هذا المؤتمر والتي أعطت إشارة واضحة بأن مستقبل الحزب سيكون بخير وبأن مستقبل الإقليم سيكون بخير. فقط من خلالكم نود أن طبعا أن نمرر رسالة شكر لساكنة الإقليم لاحتضانها لمشروع جبهة القوى الديمقراطية، ومن خلالكم كذلك نمرر تعاهدا وتعهدا والتزاما سياسيا جديا لجبهة القوى الديمقراطية بأن هذه المحطة ما هي إلا محطة بداية، سنعمل على تعزيزها بلقاءات تواصل مستمر ودائم ومتجدد من أجل أن نستثمر كل قيم وإيجابيات الحوار التشاركي الذي تبتغيه جبهة القوى الديمقراطية مع المجتمع في مختلف أبعاده ومكوناته. تبقى شي سؤال؟ مرحبا. ومن كراشايز تعطيه فرصة لهذا الوفد الرفيع ديال القيادة ديال جبهة القوى الديمقراطية، من سي عبد القادر سعيد الفقيقي، الأخت توريا العمري، أخت أمينة شهاب، الأخ سي محمد البشير الفقيقي، سي محمد، سي طاهر شاكير، والسي عبد الله بشيكر، وطبعا الأمين الإقليمي للحزب اللي هو ولدكم أخوكم، واللي نتمناو المؤازرة ديالو فيما يعني يقبل من استحقاقات. نرجع بكم النقاش اللي كان قبيلات، لأنه في جبهة القوى الديمقراطية كنعتبروا بأن جوهر الديمقراطية هي المشاركة الشعبية الواسعة. إذا ما كانش مشاركة شعبية واسعة ما كانش ديمقراطية، لأن احنا حزب يعتبر بأن ثقافة الديمقراطية والديمقراطية برمتها عندها جوهر. احنا ماشي من الأحزاب اللي كتعتبر الديمقراطية هي الآليات، هي الصناديق، هي الحسابات، واش فاصلة 4%، واش احنا كنعتبروا بأن جوهر الديمقراطية هو أن المواطنين يمشيوا ويعبروا على رأيهم بكثافة ولكن كذلك بوعي. معناه أن المواطنين خص الدولة والمجتمع
ووسائط المجتمع تلعب دور أساسي في التعبئة ديال الرأي العام الوطني وإعداد الهيئة الناخبة باش تصوت بوعي على البرامج الانتخابية على المشاريع المجتمعية وما تبقاش تصوت بالأساليب القديمة. أنا أعتقد بأن من بين التعديلات الجوهرية على المنظومة الانتخابية ثم جعل التصويت يوم الأربعاء في وسط الأسبوع يوم عطلة وانتخابات مجمعة لكل الانتخابات المباشرة في يوم واحد وانتخابات غير مباشرة في يوم واحد وجمع يعني العملية الانتخابية من أجل تجديد كل المؤسسات المنتخبة في سنة انتخابية وفي يعني في مدة زمنية مكتفة. هي لما تعلق الأمر بالوحدة الوطنية وبالقضية ديال الانفصال ديال كاتالونيا شفنا كيفاش ممكن دول كتعامل مع حقوق الإنسان في الميريكان وغير الميريكان لما الأمر يتعلق بالوطن. الوطن أولى، يعني إلا ما كانش عندنا الوطن ما غاديش يكون عندنا حقوق الإنسان. خصنا نضمنوا الوطن عاد نضمنوا حقوق الإنسان. ومهاد النهج المواقف ديال جبهة القوى الديمقراطية كاينة لا مع الرسولي ولا مع غير الرسولي، نحن مع كل يعني صون كل حقوق والحريات. وطبعا الناس اللي في حالة اعتقال، أولا احنا ماشي مع الطرح ديال الاعتقال الاحتياطي، احنا من الأحزاب اللي كتطالب من تخفيف من النسبة ديال الاعتقال الاحتياطي اللي هي نسبة كبيرة، وفي آخر المطاف واحد الجزء كبير منهم كيخرجوا براءة، وبالتالي خصنا يعني إصلاحات جوهرية في القوانين والمساطر الجنائية باش حقيقة نبني وداك المجتمع المتضامن المتسامح، لأنه كل القيود اللي مرتبطة بالقوانين مرتبطة بالنظرة ديالنا للمجتمع. واش باغيين مجتمع إدماجي ولا باغيين مجتمع إقصائي؟ وبزاف كاع وفي بزاف باش نكونوا واضحين، ما عرفش شنو هو الدافع، ولكن اسفي من الاقاليم اللي تقاطرت عليها عشرات طلبات الا ما قلتش اكثر فيما يخص مجلس النواب. المسطره معروفه، الشروط ديال والمؤهلات ديال المرشح كاينه، ولكن نتوما كراي عام محلي خصكم تضغطوا على التنظيمات ديال الاقليم باش تقدم لنا ذاك النموذج اللي متوافقين عليه. الاخوان في الامانه الاقليميه وفروا لنا مشروع ديال 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 المرشح اليوم، وجينا على هذا الاساس كون حسمنا فيه باش حنا راه عندنا الجراه والشجاعه الادبيه باش ما نخبيوش وجهنا، والقرار ديالنا كنتحملوا فيه المسؤوليه. الان انا كنقول بان الامانه الاقليميه مازال ما قدمت لناش بشكل رسمي المرشح ديالها لخوض الاستحقاقات باللون ديال جبهه القوى الديمقراطيه. بغيت مادام انك تلح على راينا، انا اعتقد راينا راه واضح مادام انه زكينا لقياده الحزب. لا اسمع لي، باش مادام انه زكينا الاخ عبد الاله الفهيري، وباش نكونوا واضحين هو من الطاقات الخلاقه الواعده، ما عندوش تجربه سياسيه كبيره وكيعترف بها وراسه صغير وباغي يتعلم، ولكن عنده طاقه خلاقه، والعمل اللي قام به رفقه الاخوات المناضلات والمناضلين، طبعا هذا ماشي عمل فردي ديالو، ولكن رفقه المجموعه اللي خدم معها شخصيا والوفد ديال الامانه العامه، كنا جد مسرورين اننا نشوفوا عمل تنظيمي وسياسي بهذا المستوى. نحن نضع ثقتنا في المجموعة اللي فيها سي عبد الإله الفهيري، واللي حقيقة بدل النظرة ديالنا للتنظيمات ديالنا بإقليم أسفي. إقليم أسفي جبهة القوى الديمقراطية عندها فيه تاريخ نضالي كبير وعندها فيه طبعا رصيد انتخابي، ولكن هذا ما يعنيش بأنه احنا كنتشبتوا بكاع المناضلين اللي باقيين في جبهة القوى الديمقراطية وخا ما حضروش، ولكن كذلك كنعتزوا بالاضافات النوعيه اللي قدمها سي عبد الاله الفهيري وكل الاخوات والاخوان المناضلين في الامانه الاقليميه باسفل. الموضوع مهم طبعا. جبهه القوى الديمقراطيه عندها منظور شامل للوضعيه ديال حقوق الانسان. انا بغيت نسطر باش الامور تكون واضحه، والتجربه ديالنا في المحطه ديال الاعتداءات على الفلسطينيين في هذه 11 يوم اللي فات، والتجربه ديالنا في العلاقه والتشنجات اللي وقع مع اسبانيا خصوصا وحتى مع المانيا، الناس اللي كيستعملوا القضايا الوطنيه الداخليه من اجل يعني في هذه المحطه
من اجل ابتزاز المغرب سياسيا حنا ضد ايتها الاخوه. حنا حزب سياسي جاد ومسؤول مع حقوق الانسان، ولكن مع حقوق الانسان الشامل. فمثلا كما كان عتزو بالمواقف الثابته من الحق المقدس في الحياه، ولكن حنا ماشي الحق المقدس في الحياه غير لما يتعلق الامر بالاعتداءات الماديه للسلطه على المواطنين. حنا خرجنا من سنوات الرصاص، راه ما بقاش ذاك الزمان اللي كان فيه المخزن يقتل المناضلين، ولكن كيبقى في خاطرنا بانه جمعيات وفعاليات حقوقيه لا يعيرون اهتماما للشباب اللي كيفقد حياته في القوارب ديال الموت، للشباب اللي كيموت عبر يعني لا 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 يعني ديال عبر الانتحار، عبر واحد العدد ديال الاساليب اللي هي كتنهي الحق المقدس في الحياه. وبالتالي جبهة القوى الديمقراطية عندها منظور شمولي. باش توصلوا بجديد صافي ناو، ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.